الانسان كيكون عندها مشكل ولا يصلي صلاتين ركعتين ولا لله؟ لا لا، ماشي هذه هي الصلاه مفروضه ولازم نصلوها في جماعه، يا لو كان زوج ولا ثلاثه من الفوق. صلاه الجنازه؟ لا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شنو راكم اخي؟ والله على نعمه الحمد لله يا رب العالمين. طرح لك سؤالنا، يقول صلاة مفروضة لكنها لا تصح بلا جماعة، فما هي؟ صلاة مفروضة ولا تصح بلا جماعة؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، إجابتك صحيحة ما شاء الله. نعرف أن صلاة الجمعة هي من الصلوات المفروضة أكيد، وما تصحش بدون جماعة، على الأقل يكون فيه شخصين أو ثلاثة فما فوق يصلوا صلاة. نعم، صلاة الجمعة هي عيد المسلمين وربي مفضلها،
وبالنسبة ليوم الجمعة هي من المستحسن الإنسان يقرأ سورة، هي سورة عزيزة وربي، هي سورة الملك. سورة الملك هذه مليح الواحد يقرأها يوميا، هي المنجية من عذاب القبر، لكن يوم الجمعة مستحب لا لأنه نقرأ سورة الكهف. سورة الكهف وسورة الملك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هي سورة مباركة، مفضل أو يستحسن يستحب أنه نصليها كل يوم جمعة. المهم أنه إجابتك سيدي الكريم هي إجابة صحيحة. الله يعطيك الخير ليك إن شاء الله. كانت مباركة إن شاء الله، وإن شاء الله بمناسبة حلول الشهر الكريم شهر رمضان نتمنى إن شاء الله الخير للعباد ونصوموا بالصحة، والقناة هذه قناة القرآن الله إن شاء الله يا رب العالمين لكل المسلمين في هذا الشهر المبارك. هنيئا لك أخي الكريم، على بركة الله نقدم لك هدية البرنامج. شكرا. مصحف مرتل برواية ورش عن نافع، ولوحة إلكترونية من متعامل الهاتف النقال أريد. أحبكم والله العظيم، شعور يعلم به ربي سبحانه وتعالى. شوف كانت الأمنية تاعي عندي جبنات أول، ولو البارح البنت كانت خاصة هذا، شوف فضل الله سبحانه وتعالى واليقين به ربي استجب دعاء تاعي. وشوف يعزل كما يقول لك اللسان عن التعبير. الحمد لله، إن شاء الله تكون أجمل هدية هذا المصحف كذلك في شهر رمضان المبارك تقرأ من خلال القرآن الكريم. نوجه تحية لأولادك، واسمهم؟ عندي أسماء وفاطمة ومحمد وزوجة الكريمة. نقول لهم بمناسبة حلول الشهر العظيم شهر رمضان إن شاء الله نصوموا بالصحة والهنا، وعلى بالي باللي هما راهم عندي واحدة تقرأ السنة الرابعة وواحدة الخامسة، راه مدوا 4 سنوات ويصوموا رمضان كاملا، وزعما الحمد لله نفتخر بهم. ونزيد حاجه شابه شابه تاع صح، الخدمه تاعي هي لهنايا، نخدم كروسه هنايا على جورني، اديت استدر كرموني التكريم بالقران وبالقصص الانبياء والحمد لله في حي سيد البشير وفي فلوريس. يعني شاركت في مسابقه ولا فعل؟ لا تكريم، ما خاصش داو المعدل شباب. ولادك؟ جبنا داو المعدل، وحده دات 9.75 وحده دات 9.45. ما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم لك ان شاء الله ويبارك لك فيهم ويجعلهم من الصالحين يا رب العالمين، يجعلهم قره عين لك ان شاء الله في الدنيا والاخره. ان شاء الله كما فرحتوني وفرحكم، وان شاء الله نتمنوا الخير للبلاد تاعنا والعباد ان شاء الله، وربي يصلح الامور ويصلح ولات امورنا، وان شاء الله بلادنا ما كاش كيفها في العالم ما كاش كيفها. يا ربي يحفظكم، ربي يحفظكم ان شاء الله، الله يجازيكم ان شاء الله. يوم ضيقي نعمة الله علينا. والله يوفقك ان شاء الله، جاوبي على سؤالنا وتفوزي معنا ان شاء الله. بنتي نواجبك على السؤال، قولي الطرح ان شاء الله. السؤال يقول: صلاة مفروضة لكنها لا تصح بدون جماعة، هي من الصلوات المفروضة ما تصحش بلا جماعة، وشنو هي؟ هي كنت تشوفي الصلاة في الجماعة تجي مليحة، بصح كي ما تصيبيش عليها وين بسيف كي تكوني وحدك. نقولوا ايماجينو رانا في الغربة لازم تصلي وحدك، بصح ماذا بيك تصلي مع الجماعة، ما كاش من خير جماعة، واحد ينصح واحد. بصح كاين صلاة ما تصحش بلا جماعة، وشنو هي؟ أنا نقول جاهل وربي يعلم. شنو؟ أنا نقول جاهل يبغي هذا يقوي. لا لا لا، وش من صلاة؟ صلاة هذه وشنو هي؟ اللي ما تصحش بلا جماعة. صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. إجابتك صحيحة الحاجة، الله يبارك. ربي يطول عمرك. ما شاء الله، صلاة الجمعة ما لازمش نصلوها. لا غير لكانوا يعني العلماء يقولوا على الأقل 2 أو 3 فما فوق. صلاة الجمعة ما لازمش تصليها وحدك. ما شاء الله. الجامع هذا هي مفروضة على الرجال،
ومرفض تروحي تصلي يعني المرأة كي تحب تروح تصلي صلاة الجمعة في الجامع أكيد عندها أجر عند المولى عز وجل. جو سوي جوريست ونروح نصلي في الجامع وندير هذه باش ما يعرفونيش يا بنتي. الله يبارك ما شاء الله. الجمعة بنتي زينة هذيك دوالينا وتستراحي كي تصليها تستراحي هي وصلاة الفجر. الحمد لله كذلك كان فيه سنن مستحبة يوم الجمعة كاين أعمال مستحبة وصانا بها الرسول عليه الصلاة والسلام نهار الجمعة تعرفيها وشنو هي؟ الصلاة اللي هي نهار الجمعة وش يستحب أن نقرأ سورة الكهف مثلا أنه نكثروا من الدعاء لأنه نعرفوا أنه في يوم الجمعة فيه ساعة استجابة كاين ساعة ما خبرناش بها الله سبحانه وتعالى وينتا هي وقتاش لكن دعاء مستحب فيها لأنه ربي يستجيب الدعاء فيها وغيرها من الأعمال الصالحة اللي نتمناه أنه يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا ومن جميع المسلمين. نهنئك مرة ثانية ونقدم لك هدايا البرنامج هذا المصحف الشريف. أنا موضية بنتي شكرا. الله يبارك. الله يسلمك ربي يحفظك إن شاء الله. كذلك هذا تسمع من خلاله القرآن الكريم هو مصحف مرتل مقروء. والهدية الثالثة قلشناك. الله يبارك دعينا دعوي الخير فقط. هدية ثالثة لوحة إلكترونية هدية تابلت أريده. شكرا ربي يخليكم لينا وكل عام أنتم بخير. هذه حاجة تفيدني وتفيد أولادي أولاد أولادي لخاطش راني نعطي لهم أنا كي نقرا قدامهم ونوري لهم. شكرا لكم كاع للجماعة وصيامكم بالصحة إن شاء الله والستر وعفو بركة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين بارك الله فيك الحاجة شكرا. الصلاة التي لا تصح بدون جماعة هي صلاة الجمعة وهو شرط اتفق جمهور العلماء عليه. والجمعة من أيام الله المباركة سيد الأيام مثل ما سماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستحب فيه الإكثار من الدعاء الإكثار من الطاعات والدعاء لأنه في ساعة استجابة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة جمعة مباركة لكم جميعا مشاهدينا الأكارم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج مصطحفي الملتقى غدا بحول الله في التوقيت نفسه. تقبل الله صيامكم صح أفطاركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.